الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجعل لكم السمع
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سيكون هناك جمع صباح في الطور. ليكون في حد جميع إن شاء الله. غدا سيكون تهجم. ابتداء من الساعة الرابعة إلى الواحدة. يعني الثالثة وصلنا للخرج. ربي يستر من هناك. اهدنا الصراط المستقيم
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وما أنا إلا نذير لا يعقلون وما
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم
شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما هل لكم ضرب لكم من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين. السلام عليكم. الله
يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته
بما عملوا إن
ربي كافر قل يتوفاكم ملك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
وعلمنا منهما جليلا وارزقنا
إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ولا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مقاما إلا نصرته ولا السلام عليكم.
السلام.